يقول لي أحد الدعاة وهو إمام مسجد، يقول كنت جالس في الروضة في المسجد أقرأ القرآن قبل الصلاة بين الأذان والإقامة، يقول ونحن نقرأ القرآن فجأة أسمع ربكة عند الباب. يقول التفت عند باب المسجد وجدت رجل داخل كذا شاب، يقول دخل يطالع الناس، يقول فأخذ يقلب النظر يوم شافنا جالسين في الروضة، يقول فجأة كذا ويضرب تحت على الأرض ويجعل رأسه في الأرض وضعية السجود. يقول فقلت في نفسي يمكن عنده مشكلة، أكيد انفعل له شيء. يقول خليته، يقول توقعت الرجل مجنون. جاء الرجل ودخل والله صلى صلاة خاشعة نحسبه والله عسيبة هادئة، وصلى ركعتين وسلم أخذ المصحف وقيمة الصلاة. فلما صليت قبل لا يطلع رحت إلا عيونه مليان، إلا وجهه مليان دموع، يقول قلت السلام عليكم، ما أدري وش عقلية الرجل بتكلم معه، رجل ساجد عند محل النعال. يقول فقلت كيف حالك حبيبي طيب؟ قال الحمد لله. يقول قلت له حبيبي شفتك سجدت عند النعال، هل كان في شيء؟ يقول قال لي والله فيه أشياء. قلت ليش؟ قال أنا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، 40 يوم ما يكبر وهو معهم، 40 يوما كتب الله له براءة. تخيل فلان ابن فلان عند الله بريء، بريء من إيش؟ من النفاق ومن النار. يقول فاليوم هذا يوم 39 ما فاتتني ولا تكبيرة إحرام وباقي لي يوم واحد. يقول فأخذتني غفوة واستيقظت إلا المساجد أقيمت. يقول فقمت زي المجنون وتوضيت طلعت ركبت سيارتي من مسجد المسجد، يقول والله إني أبكي في السيارة وأقول يا الله يا رب لا تحرمني فضلك، يا رب لا تحرمني البراءة يا رب. يقول وأنا أطوف في المساجد فلقيت مسجد ساكت اللي هو هذا. يقول دخلت قلبي وعلى أعصابي وقلبي بلغ قلبي الحنجرة والله. يقول دخلت بس على أعصابي بس إيش أشوف؟ بشوفهم واقفين ولا ساجدين ولا راكعين؟ يقول فدخلت لقيتكم تقرؤون القرآن. يقول فما ملكت أن أعمل شيء لربي جل جلاله إلا أن أسجد عند النعال لرب العالمين، شكرا لله إن الله ما خيب أملي. يقول فما تبغاني أبكي؟ يقول أنا ألقى طعمها في كل تكبيرة إحرام، ذاق طعم الإيمان. هل ظنك تكبيرة الإحرام عند ذاك الرجل مثل تكبيرة الإحرام عندنا؟ عنده هدف وهو على يقين، هذا الإيمان يا جماعة بالغيب، هو على يقين أنه والله إن أتم 40 أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وأن ما دام قال براءتان إذن والله ستكتب براءتان. فهذه القضية هذه تحيك في نفسك، هل تلقى طعم للصلاة؟